عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى النور. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل شنطة لباربي للمدرسة. هنحتاج علبة معجون اسنان وباربي، تعالي هنا يا باربي، ومقص ومسطرة عشان نقيس، وفوم جليتر اي الوان متوفرة عندك، وكمان ممكن نزين باستيكرات. يلا بينا نشوف الطريقة. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناة اذا اول مرة بتتابعونا وبتشوفونا. اضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا ماما وسلوى ونور. يلا بينا نبدأ ونشوف الخطوات. هناخد العلبة والمسطرة وحنقيس 4 سنتيمتر كده، وحنعلم وحنعمل كده علامة في كل الجوانب، يعني من هنا الطول 4 سنتي، وحنسطر كده عشان نقص. هنسطر من هنا ومن هنا كمان الناحية دي، والظهر هنسيبه لان احنا هنعوزه، وهنقص كده بالشكل ده. انا عايزة اوصل للخط بس كده، حتى لو فتحناها من هنا مش مشكلة. وهبدأ هقص الطرف ده، والطرف ده، والطرف ده، ماشي اهو بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين احنا قصينا التلات جوانب دول وسبنا الظهر. طيب دلوقتي انا هلف كده الظهر كده، طبعا ده هي لسه طويلة، هنقص كمان منها كده. دلوقتي هجيب اي حاجة عندي، حتى لو جبتي كوباية كمان تنفع. انا عايزة اعلم هنا كده بالشكل ده عشان اقصها، يعني تديني زاوية كده بالشكل ده. نظبطها من هنا برضو، كده بالشكل ده كده تبقى تمام. وبعدين هنغلفها بالفوم الجليتر، هناخد كده وكده، او ممكن اخد لونين، اعمل احمر والايدين بالذهبي. طيب احنا هنقص كده، يعني هنعلم من هنا كده لغاية يعني هرسم الشكل اللي احنا عاملينه تمام، وهقص. زي ما انتوا شايفين احنا قصيناها كده، وهو ده فوم اللي بيلزق، هنجيبها هنا كده بالشكل ده. لو في زوائد نقصها عشان الشغل يطلع حلو ومظبوط كده بالشكل ده. وكمان زي ما عملنا هنا هنلزق القاعدة من تحت والجوانب. بقت عندنا بالشكل ده اهو. هنجيب السكوتش ونلزقه هنا
انا اهو قصه حته صغيره، هجيب مسدس الشمع وهلزق الناحيه التانيه. دلوقتي هجيب لون تاني زي ما انتوا شايفين كده اهو. دلوقتي هنلزق والزيادة زي ما انتوا شايفين. دي الشنطة ممكن تلبسها. حان وقت المدرسة، هي فنرتي حقيبتي. وزي ما انتوا شايفين اهو، ممكن نعمل بالعلبة الأصغر من كده الصغيرة لأن دي طلعت شوية كبيرة، بس الفكرة المهم الفكرة انه هي توصلكو. وهي هنا هتحط حاجتها بتاعت المدرسة. وبكده الفيديو بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكو. اذا عجبكم ادعمونا باللايك والاشتراك، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اكل الفيديوهات من قناة لايف سلوى النور. نشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، وكان معكم باربي وماما وسلوى. باي باي.